سير. السلام عليكم، انا سميتني حسنة. رفعي الصوت ديالك. السلام عليكم، انا سميتني حسنة، كنت الحسيني، عندي 26 سنة، عندي جوج ديال الوليدات وحاليا حاملة، عندي تقريبا 4 شهور. انا عايشة في واحد الظروف اللي هي لا تسلها، يعني مش بغيهاش الخوك المسلم. انا تعرضت للعنف بزاف، ولادي ما عندهم لا وراق ولا شي حاجة، انا تنطلب مساعدة، يعني بغيت ندير الوراق لولادي، فين نقدر نولد وفين نقدر نعيش ولادي، لانني علاش ديت واحد التقليد بزاف. وعافاكم، الا كنت خشكم مسلمة عاونوني، محتاجة للمساعدة ديالكم بزاف. عاودي لنا كيفاش يعني تعرفتي على هاد السيد؟ انا السيد تعرفت عليه خدامة، كنت خدامة في تيفلت، وهو نيت بنفسه كان خدام معايا، كنت نخدم غا في قهوة، يعني متعرفش عليه وولدت معاه وليد وهكاك وما بغاش يعترف. حاليا والدة بنية عاوتاني وما باغيش يعترف، وحاليا عاوتاني هو تالت جاي وباقي ما باغيش يعترف، باغا ندير وراق لولادي وكلشي ما باغيش يعترف بيهم. وتضربني تكرفس عليا بزاف، جميع العنف عشو معاه، وليت هز المسؤولية بوحديتي، تنخدم باش نصرف على ولادي وباش نخلص الكرا، يعني كلشي كاع المسؤولية كنت هزها انا بوحديتي، كلشي كنت هزها انا بوحدي، يعني كلشي، يعني جميع كلشي خاصني نخلصو، الروض الكرا كلشي مصروف، يعني كلشي. هو ما متحمل حتى شي حاجة، ما متحملها، غلط درت واحد الغلط، ودابا تنطلب ربي يغفر ليا، وتنطلب ربي يعاونني، لانني علاش تكرفس على هاد الوليدات بزاف. عافاكم، الا كنت خشكم مسلمة عاونوني، لانني علاش راه ولدي باقي عندو، بغيت نجيب ولدي، لان علاش عايش فواحد الظروف اللي هي خايفة بزاف بزاف، ما قادرش نسمح في ولدي، وما قادرش نسمح في حتى شي واحد فيهم، لا هذا اللي في كرشي ولا جوج اللي عندي، حتى واحد نسمح فيه. الله يخليكم، عافاكم عاونوني، لانني علاش محتاجة المساعدة بزاف، بغيت غنجيب ولدي ونعيش وليداتي مرتاح بحال كاع الوليدات، الا خاصهم يقراو خاصهم يلبسو خاصهم ياكلو خاصهم كلشي خاصهم. علاش بقيتي مستمرة مع هاد السيد؟ بقيت مستمرة لحقاش بقيت صابرة على ولادي، تنقول انا غنعترف بيهم باش ندير ورقات لولادي وكلشي، ولكن مبغاش. كنت لواحد الجمعية وبغاو يعاونوني، ولكن مبغاش يمشي معايا، مبغيش يعترف، بغيت شي حاجة مبغي يديرها معايا. شحال دوزتي مع السيد؟ شي 6 سنين ندوزها معاه، 6 سنين وانا ندوزها كلها عذاب وصابرة، ولكن دابا مبقاش قادرة نصبر، لأن مرت بزاف، ولا في الأعصاب ولا في السكر، يعني بزاف. نقدر نتعرض لشي مرض آخر الله يستر ولهم في ديك الحالة، لأن مكانش يرحمني، مكانش كيرحمني، يعني كيضربني بواحد الطريقة وحشية بزاف، يعني مكانش يرحمني. تضربني في الصورة هاد المرة هادي لاخرة باش غادي نخرج، تضربني سني تحت رجلي وتضربني، وتكنيت شي فكرش كان يطيح ليا، لأنني يعني كون مشيتش للسبيطار وكون معاونونيش مكانش هاد الفكرش غادي يقابل. قوة داك الضرب وقوة داك العصا، لأن علاش تخرجني للزنقة وتضربني قدام الناس، ولكن حتى شي واحد مقدر يقرب غير لحظة، لأن حتى ولا جي يشوف هاد المسافة غادي يطيح ليا، عاد حبس، لأنني عشت واحد الظروف، راه لا إله إلا الله على الشامع، عشت واحد العنف، لأنني مبقيتش نقدر الناس، حاليا مبتناش، بغيت ناكلش بقوة الخلعة، حاليا واخا تنشوف يعرفني غا فين كاين وغادي يجي، تصور شي تصل بماما وتيقولها راه غير شديتها غادي نذبح، غير شديتها غادي نذبحها. خوش الاجرام اللي ولات يوقعوا سميت وليت تنخاف، الشرجم ما تنقدرش نفهم منه، كيفاش غندير نخرج نخدم، كيفاش غندير نعيش هاد الوليدات، كيفاش غندير نولد، ما عرفتش. وليت بعض المرات نفكر في الانتحار، نمشي بعض المرات نقول عاودوا بلا مش تراجي، من ما نخلي ولادي، شو حاليا انا كاينه وهما مكرفصين، بقايا مشيتو خليتهم، شنو غيتشرطو في الزناقي، حاليا حنا مشرطين، انا دابا جيت عند ماما، ولكن ماما هي مفارقة مع بابا وعايشة بوحديتها مريضة، وشو حاجة كيديا، يعني ما عندها حتى شي حاجة، ما عندها ما عندها دار، ما عندها حتى شي حاجة، ما عندها كيرية مع الجيران، بيت ميمكنش نعيشو فيها كاملين، بيت
نعيشوا فيها كاملين ونولد فيها وكل شيء. الشرب مساحي هذا باش كان كيوعدك هو سميتو فاش كنتي معاه تقولي صافي دابا نديرو الورق دابا نديرو الورق شي بقى يثبتني ديال ان القضيه ما كاينش فلوس ولكن فاش يكون الفلوس تي ولي تيقولك لا ماشي دابا ومن بعد وما عنديش وما ديما تيتهرب باي طريقه تيتهرب منه السبا خاصو يلقاها باش يتهرب يعني باش يقول لك واخا ديك اللحظه غادي يقول لك واخا ولكن فاش جي صح تيقول لك لا يعني كلشي تهرب مني بنتي ولات عايشة في الخلعة بنتي ولات تخاف ولا تنوض ليا ماما بابا ضربني ماما بابا ضربني وهي راه كانت ناسا يعني وما كاينش شي حدا باش يقول لك بابا ضربني يعني علاش ولينا كلنا عايشين بواحد الراس وليش مكتئبة بزاف بزاف لان علاش ما كانش كيرحمني ما كانش كيرحمني تنعيش واحد الظروف خايفة بزاف هادشي علاش صافي عيش ومبقاش قادر نصبر ولا نتحمل حتى شي حاجة انا دابا مقداش مقدر ندير حتى شي حاجة مقدر نديرها لان علاش بقوة داك الضرب وداك الشدات ديالي مشات المناعة مبقاتش عندي كلشي عايشة غا بالدواواش بزاف هادشي علاش بغيت مساعدة الله يخليكم عاونوني بغيت شي بلاصة نستقر فيها أنا ووليداتي ونعيش ووليداتي هادشي لي تنطلب مبغاش نولد في الزنقة ولا نخرج ولادي من الزنقة يتكرفصو ونستنى شي واحد ويتكرفص علينا لأن هاد الوقت ولات خايبة بزاف خصوصا البنات ولاو كيتعرضو للعنف بزاف هادشي علاش مبغيتش بغيتش نخرج الزنقة باش كنفسو عليا باش كنفسو على وليداتي تكنفس معاه هو بركة يعني ما تنادمش معاك الحال فاش وقع لك هادشي قلت لك ما تنادمش معاك الحال ما تنادمش معايا الحال ولكن ندمت عليا اللي نتفت فيه هادشي علاش ندمت ولكن فاش نشوف بلادي عاكس ميشو نقول تقليدهم عليا انا لحقاش انا اللي تكرفصت عليهم انا اللي خليتهم عايشين وسط داك الرعب وسط هادشي كامل انا اللي خليتهم تقليد ولادي عليا انا واش نشبعت نعوضهم قبل ما توقع لهم فيهم شي حاجة ولاو عايشين اصلا دابا عايشين في الرعب باقيين صغار ومعارفين شو عايشين في الرعب لا خليكم معاونوني نسالي عليكم معاونوني انا ما عنديش انا تيبقاو فيا الناس مش بغيت نعاون ولكن ما عنديش ما عنديش شي علاش نطلب الناس يعاونوني خوتي المسلمين يعاونوني نبقى فيهم يعاونوني شنو الرسالة ديالك مقدراش نعيش بلا ولدي مقدراش نعيش بلا بي مقدراش شنو الرسالة ديالك للبنات ديال اليوم شنو غادي تقول لهم من بعد يعني ما وقع لك انت ما وقعوش في نفس الغلط لا وقعت فيه هادشي اللي ما وقعوش فيه ما تنتمنى انت شي وحده ما تتمنى واخا تكون عندها وانت ما تنتمناش ليها حقاش عشت في هاد الظروف خايبة بزاف هادشي اللي ما كنتمنى حتى شي وحده وكنتمنى حتى شي وحده ما تبقى في الغلط اللي وقعت فيه شي وحده ما تبقى في نفس الغلط اللي وقعت فيه رسالتك الأخيرة مش تقلبك رسالتي الأخيرة تطلب خوتي المسلمين يعاونوني عاونوني محتاج ليهم بزاف خصوصا في هاد الوقيتة هادي محتاج ليهم بزاف وعلى الدرجة متتصورش محتاجة ليهم عاونوني الله يسلمك